قال الجيش الإسرائيلي أيضا إن طائراته شنت هجوما على أكثر من 450 موقعا في غزة، مشيرا إلى أنه استهدف مقر لحماس. أعلن الجيش عن إصابة ضابط بجروح خطيرة نتيجة لسقوط قذيفة هاون في شمال قطاع غزة، كما أصيب جندي بجروح متوسطة خلال اشتباك شمال القطاع. أشار الجيش إلى أنه حاول توسيع العمليات البرية باستهداف خلايا مسلحة على الأرض. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قرار إسرائيل بشن توغل بري محدود في غزة يتوافق مع الاقتراحات التي قدمها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. قال المسؤولون إن التوغلات التي تقوم بها القوات البرية الإسرائيلية في القطاع حتى الآن أصغر حجما وأكثر تركيزا مما وصفه المسؤولون العسكريون الإسرائيليون في البداية، كما لفتوا إلى أن العوامل الأخرى التي أثرت على الأرجح على التخطيط الحربي الإسرائيلي في التأثير المحتمل على مفاوضات الرهائن. حرب إسرائيل وحماس أمام سيناريوهات مرحلة جديدة. وفق ما جاء في مقال لمجلة فورين بوليسي، فإن تل أبيب تواجه تحديات عدة، أولها طبيعة القتال في غزة المكتظة بالسكان والمباني والشوارع الضيقة، وهو ما سيؤدي لفقدان الجيش الإسرائيلي العديد من المزايا التي يتمتع بها كسرعة الحركة والاتصالات والمراقبة وقوة النيران بعيدة المدى. بدلاً من ذلك، سيحتاج الجيش الإسرائيلي إلى نشر قواته، وبالتالي تصبح عرضة لهجمات مجموعات صغيرة من مقاتلي حماس، كما توفر الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي فرصاً لمجموعات صغيرة من حماس للتخفي وإقامة مواقع للقناصة وزرع الأفخاخ المتفجرة. يشير التحليل إلى أن حماس ربما تكون قد توقعت رداً إسرائيلياً صارماً على هجوم 7 أكتوبر، وبالتالي فهي على الأغلب استعدت جيداً لمواجهة أي توغل بري. المجلة تصف القتال في الأنفاق بمثابة كابوس على القوات الإسرائيلية، لأن حماس يمكنها استخدامها لمهاجمة القوات المتقدمة من الخلف أو نصب كمين لهم أو حتى أسر المزيد من الجنود. التحدي الآخر يتمثل في سعي إسرائيل لتدمير حماس، وهو ما يعني عملياً قتل قادتها، لكن ثبت أن من الصعب العثور عليهم لأنهم ببساطة قادرون على الاختباء في الأنفاق والاندماج مع السكان المدنيين. أمر آخر يجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للجيش الإسرائيلي يتمثل بوجود أكثر من 200 رهين لدى حماس، ومن بينهم العديد من الرعايا الأجانب وفقاً لفورين بوليسي، وهذا سيؤدي لتعقيد القتال، فالمبنى الذي يختبئ فيه قادة حماس قد يكون فيه رهائن، وكذلك الأنفاق التي تستخدمها الحركة لإيصال الإمدادات، وأي استهداف إسرائيلي محتمل سيؤدي لقتل رهائن.